السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. ما زالت التحقيقات مستمرة مع المتهمة في العديد من جرائم القتل والمدعوة خير عمار أم الجلالي، والتي تم القبض عليها أمس الثلاثاء في مدينة المحمدية. هذه المتهمة الخطيرة اتضح أنها مسؤولة جزائرية، وتم تعيينها سنة 2020 كرئيسة للمكتب البلدي بمدينة سيك بولاية معسكر. ونشرت العديد من الصفحات منشور قديم يوضح كل شيء، ولحد الساعة تم اكتشاف أربع جثث هامدة ومدفونة، أحدهم من مدينة سيك والآخر من مدينة المحمدية، فيما تنحدر ضحيتان من ولاية الإمسان. وللإشارة، فإن زوج المتهمة وشريكها في هذه الجرائم لقي مصرعه في حادث مرور خطير بولاية سطيف بينما كان يحاول الفرار من الشرطة.